استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم السيد عبد الله بن خالد المانع، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث استعرض سموه معه ما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين ودولة قطر من نمو وتطور على كافة الصعد. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تطور ونماء في مختلف المجالات، مشيدا سموه بالدور الذي يطلع به القطاع الخاص في البلدين في الدفع بمجالات التعاون الثنائي على كافة الصعد الاقتصادية والاستثمارية.